التالي لمعرض جديد لأخونا أبو آدم أيمن أبو الهيشك. رحب فيكم ضيوفنا أهالي وشاف الفن وأهل الفن وداعمين ومتابعين، ميت مرحبا فيكم وأهلا وسهلا. لا يتعلق الفن بما تراه بالعين، بل يتعلق بما تجعل الآخرين يرون. الحياة قد تتعثر ولكنها لا تتوقف، والأمل قد يختفي ولكنه لا يموت، والفرص قد تضيع ولكنها لا تنتهي. كثيرة هي الأحداث والتحديات، كل يوم نتعرض لتحدي جديد حتى وإن كان بسيط. فبعض الأحداث تغير مسار حياتنا وتفكيرنا حتى وإن كانت بسيطة، ولكن البعض لا يستطيع التكيف مع الأحداث والمواقف التي تمر عليه، ويقف عاجزا عن حلها أو يرى أنه ليس لها حل، حيث أنه إذا فكر قليلا وبهدوء وخرج خارج الإطار الذي يحبس نفسه به سيرى الأمور بوضوح وسيجد الحل من خارج الإطار. العقل بحاجة لأن تعطيه مساحة وتثق بتفكيرنا، فكل إنسان لديه جانب حكيم إذا وظفه جيدا ستكون له حكمة وروية وتقدير للأحداث واقعي وانطباعي، وأدخل لمسات تجريدية على بعض الأعمال من خلال عرض لبعض اللوحات، فتجده أبدع في تقديم المرأة كأنثى والطبيعة التي تحيطها والمقدسات، ووثق القرى والمدن بألوان واضحة ودقيقة إلى درجة كبيرة وجرأة عظيمة في بعض اللوحات. فحين تنظر إلى اللوحة تجدها تتحسن طوال الوقت، في كل مرة تلقي فيها نظرة عليها. ألف تحية لكم لحضوركم، ألف مع حفظ الأسماء والألقاب جميعا، ألف تحية للفنان أيمن على هذا المعرض الذي نتمنى له النجاح والمستقبل الدائم. نعم، معرضه الأول خارج مدينة شفا عمر للفنان أيمن أبو الهيجة أبو آدم. تفضل. شكرا. يعني المضبوط بعد حكي عمي أمين بعثرت الكلمات بطل شيء يضبط. أهلا وسهلا بالجميع، جميع الحضور شرفتونا، شكرا لكم، شكرا لحضوركم وللدعم، شكرا للكلمات عمي أمين، شكرا للدعم الراقي اللي انتو احتويتوني فيه هون. بدي اشكر مبدئيا زركشي وجمعية جوار اللي احتووني بهذا المعرض، اللي عاملين على هذا المعرض، استاذ امين، استاذ علي، استاذ عبد الله، شكرا لكم. يعني عن جد في بعض الاحيان مرات الواحد قد ما بيعبر الكلمات بتوفيش بحق، بحق أهل بلد اللي استوعبوا فنانين بكامل طاقاتهم. يعني أنا اليوم بلد سخنين مش بلدي، ولكن أنا شاعر إني أنا ابن هاي البلد، قد ما فيها محبة وإرضاء وقد ما فيها هالقد الاحتواء كبير. شكرا أهل سخنين، شكرا على هاي الاحتفالات. يعني بالفعل الواحد بيعجز، بتتخربط الكلمات بمشاعر عن هالشكل لما بكون في محبه توصل لبلد غير بلدك وبتحس هالقد المحبه قويه، بحسسوكاش بالغربه، بحسسوك انك انت ابن البلد، انت من هون، انت من احنا وفينا. فهاي المحبة بتشعرك بهالقد
قوة اللي انت بتقدرش تعبر عنها حتى شو ما حكيت بتدمك بقصر باهل هاي البلد. شكرا لكم عن جد من القلب. يعني ما فيش اشي اقدر احكيه. انا اقل واجب انا لا خلينا اكرمكم انا الاول بدي اكرمكم بهاي الهدية المتواضعة اللي هي بتعبر عن ذاتها. المجموعة بتساعد الفرد والفرد تابع لها المجموعة. مبروك يا استاذ. اي تعبير كان بسقط عليها. شكرا لكم وبارك الله فيكم. الى الصوت انا مع كلمة مطلبة لرئيس البلدية الدكتور صفوان ابو ريان. طيب مساء الخير للجميع. اهلا وسهلا واهلا وسهلا فيكم. قول قول. واهلا وسهلا فيكم بلدكم سخين. اسمي طبعا باسم اهل بلدي واسم جمعيه جبار ومعرض زركشي. هذا الجاليري اللي عم بيجمع وبجيب من خير اهلنا وفنانينا لبلدهم سخنين. ما يكونش عندك شك استاذ انه انت ابن سخنين وكل الموجودين هون اولاد سخنين. هاي البلد اللي هي فيها محبه وفيها خير بالاساس لانكم انتم يعني القمر باخذ اشعه الشمس وبضيء. هذا انعكاس لعطائكم ومحبتكم كفنانين وكمجتمع محبته لبلدنا سخنين. طبعا احنا بمناسبه الاسراء والمعراج فكل عام والجميع بألف خير. هذه الذكرى العطره الطيبه اللي نعتز ونفتخر اننا من فلسطين البلد مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسوم المسجد الأقصى وزملائك من الفنانين هذه شهادة فخر واعتزاز لنا ولمجتمعنا. الفنانين يعني مرآة للمجتمع ومرآة للحضارة ومرآة للحضارة. ومع اقتراب يعني موسم الربيع نحث الفنان أن يعطي ويبدع من روحه ومن عطائه ليس فقط بلده ولكن لمجتمعه. فأهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم. بارك لك هذا المعرض الرائع اللي برأيي يعني المعرض موفق وجميل والاسم جدا جميل. برأيي الفن يعطينا أن ننظر من خارج الصندوق. ما يسمى برأيي الإبداع. والإبداع هي ليس فقط هبة ربانية ولكن صفة مكتسبة ممكن أن نصل إليها. والطريق الأسلم والأسرع شارع 6 كبير شيش هي الفن والفنانين. كبير شيش يعطيك العافية. بس اليوم قرر عدم الترشيح. ما بدي انزل على الانتخابات. انا بحب الفن والفنانين. مش داعي انتخابيه لان بحب الفن والفنانين. تكريم الفنان ايمن ابو الهيزر.